انا مختلف مع حضراتكم. كل اللعيبه اللي بتيجي دلوقتي تقعد الماده، يعني كل اللعيب دلوقتي بيبص، يعني هو دلوقتي اسالك سؤال، ما سمعناش 50 مره ان عبد الله السعيد نفسه يرجع الاهلي والزمالك؟ انا هقول لحضرتك بس احنا سمعنا بس ده حصل او هيحصل؟ لا لا مش هيحصل، احنا بنسمع. لا بص، بس حضرتك النهارده لما تيجي حضرتك تقول لي لاعب، ما في حاجات بنسمعها يا كابتن برضه مش طبيعيه، لاعب بياخد 1.5 مليون 2 مليون جاله سنتين ب 20 مليون هيفكر في ايه؟ لا هيروح ب 20 مليون طبعا، هيروح ب 20 مليون كل معادله. بس انا عايز اقول لك حاجه، المعادله كده يا كابتن كل لا الاهلي والزمالك بيدوا على اعلى، سيبك من بيراميدز كان حلو، الاهلي والزمالك بيدوا مبالغ كويسه، الزمالك من اعلى الاعلى الفئات في اللعيبه. الاهلي دلوقتي ايه؟ دلوقتي لا هو بيراميدز اللي معدي. لا لا كابتن، لا انديه كتير بيدي كويس كابتن. انا اقول لك جنش مش راح فيوتشر، انا العادي بتاع جنش يعني اعلى الزمالك من فيوتشر. انا عارف انت عارف الرقم هنا وانا عارف الرقم هنا، انا ما اعرفش رقم الفيتشر وانا ما اعرفش انت عارف رقم الفيتشر وانا عارف رقم الزمالك، انا ما اعرفش اي ارقام. طيب جنش عقده في الزمالك اعلى من فيتشر يا كابتن؟ ده كان معايا اول امبارح على الهوا يا فندم. ماشي، هو قال بس العقد اللي معمول له اخر مره في بتاعت البشار عماد معمول له لا يا كابتن جنش ده ما تدلوش فلوس يا كابتن. ليه؟ يعني ما اعرفش انا ولا مسؤول. لا يا كابتن ده في 10 سنين هو ظلم في الاول. ظلم 300 400 500 600. لا فين الجنيش؟ انا متعاطف معاه جدا جنيش يا فندم. انا جيت كابتن ده ما خدش مليون سليمه. احكي قصه في 2014 لما جيت كان عبد واحد، واحنا عبد واحد كان يعني جبنا الشناوي وكنت فيه كمان عواد كنا جبناه واخد بالك، بس عواد والشناوي اشترطوا لو حد منهم جه الثاني يمشي. فما جه الشناوي عوض رجع قبض مقدمه وخد فلوسه ومشي، وعبد واحد كان خلاص اخر ماتش ليه في السنه ديت. جنش كان راح اسكندريه، انا بالتليفون حسام حسن جه واتفقت مع حسام ورجعه تاني وخد مبلغ زهيد يعني جنش اخ احسن عقود اتعملت له الاخرانيه دي اللي هي مع المشاريع مات. طب هو 5 مليون بس حصل خلاف، وده شيء وارد يعني حصل خلاف والاداره ان هي شافت. لازم نحترم قرارات الاداره. النادي الاهلي في عز مجده، النادي الاهلي في عز مجده، انا بسمع يعني ان طاهر ابو زيد وربيع ياسين ومحمود صالح وعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب في عز مجدهم مصلحه النادي. صح، اوعى لعيب مصلحه النادي فوق كل اعتبار يا كابتن. المعادله انا جينا في يعني 2014 جنش لما جه كلمني يا كابتن بياخد مثلا مليون جنيه وزميله بياخد 10 11. ودي غلطه اتعدلت في الاخرانيه. لا بص انا بقول لك ليه ولا المشوار، انا كنت كان شيكابالا واوباما وجنش الثلاثه مضوا فيهم واحد.